السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي بشركة آفاق التعليمية، حياكم الله جميعا. إن شاء الله يا شباب بنبدأ في الفصل الثاني الدرس الأول بعنوان خلايا النبات وأنسجته. نشوف كده مع بعض يا شباب، هذا الدرس الأول في الفصل الثاني بعنوان خلايا النبات وأنسجته. طبعا أهم شيء الخلية النباتية، وطبعا درسنا الخلية النباتية قبل كده في الابتدائي والمتوسط. والخلية النباتية زي ما انتم عارفين أهم ما يميز، قبل ما نبدأ في الدرس خالص، أهم ما يميز الخلية النباتية ثلاث أشياء: هذا الجدار الخلوي السميك المكون من مادة السليلوز تتميز به خلايا النبات، أيضا هذه الفجوة الكبيرة، شايفين الفجوة الكبيرة، هذه الفجوة مركزية. رقم ثلاثة البلاسيد الخضراء، هذه البلاسيد الخضراء تحتوي على مادة الكلوروفيل التي تقوم بعملية البناء الضوئي. هذا أهم ما يميز الخلية النباتية. طيب طبعا المطلوب نعرفه وصف الأنواع الرئيسية لخلايا النبات والأنواع الرئيسية لأنسجة النبات وكي والتعرف أو التميز بين وظائف خلايا النبات وأنسجته. يعني الهدف من الدرس التعرف على أنواع الرئيسية، يعني ما هي خلايا النبات، أنواع خلايا النبات وأنواع أنسجة النبات، والتعرف على وظائف الخلايا ووظائف الأنسجة. طيب نبدأ مع بعض كده بسم الله. طبعا عندنا في تعريفات كثيرة جدا نبدأ نتكلم عنها، حتى الأسماء نفسها ممكن تكون غريبة عليكم، لكن إن شاء الله مع التكرار بنعرفها، زي الأنابيب الغربلية، الخلايا سكلرنشيمية، كولانشيمية، خلية برضو برانشيمية، نسيج مولد، خلايا مرافقة، كامبيوم، تمام، خلايا حارسة. كل هذه المصطلحات إن شاء الله بنتعرف عليها، خشب ولحاء وقصيبات وأوعية خشبية ونسيج أساسي. كل هذه المصطلحات المفترض في نهاية الدرس إن شاء الله تكون اتعرفت على كل واحدة منهم، إيه معناها، إيش وظيفتها بإذن الله. نبدأ مع بعض خلايا النبات. طبعا خلايا النبات خلية مميزة، وأهم ما يميزها هو وجود زي ما قلنا من شوية الجدار الخلوي، تمام، وجود الجدار الخلوي. ايضا الجدار الخلوي هذا للحمايه والدعامه. عندنا البلاستيده الخضراء، هذه شايفين هذه البلاستيده الخضراء، هذه البلاستيده وظيفتها القيام بعمليه البناء الضوئي، وايضا هذه الفجوه الكبيره المركزيه هذه للتخزين الغذاء، تمام. هذا اهم مميزات او المعالم الاساسيه للخليه النباتيه. طيب انواع الخلايا النباتيه، قبل ما نبدا في المسميات هذه، عندنا ثلاث انواع من الخلايا النباتيه: برانشيميه، كولانشيميه، اسكلرانشيميه. هنبدأ بالنوع الأول، الخلايا البرانشيمية، هي خلايا رقيقة الجدران توجد بكثرة في النبات، في كل مكان في النبات في خلايا برانشيمية، وتمتاز أيضا بالمرونة، هي الأساس لمعظم تركيب النبات، قادرة على إنجاز عدد من الوظائف، منها التخزين، تخزين الغذاء، يعني توجد في الفجوة، بناء ضوئي، يعني توجد في البلاستيدة، تبادل الغازات، الحماية، هي خلايا كروية شكلها كروي. جدارها مسطح قليلا عندما تكون الخلايا مترصة، قادرة على الانقسام عندما يكتمل النمو، وأيضا قادرة على تعويض الأجزاء التالفة من النبات، هذه الخلايا البرانشيمية، إصلاح الجزء التالف زي ما قلنا. بعضها يحتوي على عدد من البلاستيدات الخضراء حيث تقوم بعملية البناء الضوئي، البعض منها يحتوي على فجوات مركزية طبعا أكيد في الجذور والثمار، وذلك لتخزين الطعام مثل النشا والماء. هذه أهم خصائص ووظائف الخلايا البرانشيمية، وهي خلايا أساسية في جميع أجزاء النبات. رقم اثنين، الخلايا الكولانشيمية. أنا عارف إن الأسماء ممكن تكون صعبة شوية، لكن مع التعود إن شاء الله بنحفظها. كولانشيمية، إنها تشكل تلك الخيوط الطويلة، دايما بتكون شكلها مستطيل التي يمكن أن تسحبها من ساق الكرفس. هي خلايا نباتية تكون غالبا طويلة الشكل، توجد على شكل سلاسل أو اسطوانات تدعم الخلايا المجاورة، جدارها جدرانها أو جدارها الخلوية سميكة على نحو غير متساوي. عندما تنمو هذه الخلايا فإن أجزاءها الرقيقة المرنة تتمدد، ما يجعل النبات قادرا على الانثناء دون أن ينكسر، أي تعطي المرونة للنبات. لديها القدرة أيضا على الانقسام، وهذه يعتبر وظيفة مشتركة بينها وبين الخلايا البرانشيمية. رقم ثلاثة، الخلايا الاسكلرانشيمية. هذه الخلايا تختلف تماما عن خلايا البرانشيمية والكولانشيمية، لأن الخلايا الاسكلرانشيمية تعتبر خلايا غير حية، لأنها تفتقر إلى السيتوبلازم المادة الحية والمكونات الحية الأخرى عندما يكتمل نموها، على عكس النوعين السابقين. جدارها الخلوي سميك،
تمام، صلب جدا جدا. عشان كده اهم وظيفة للخلايا الاسكلرنشمية ايه؟ الحماية والدعامة، تمام. وهي تكون النسبة العظمى من الخشب الذي نستعمله في البناء ومنتجات الأوراق ونتخذه كوقود. هذه كلها الخلايا الاسكلرنشمية. تنقسم الخلايا الاسكلرنشمية نفسها إلى نوعين، رقم واحد الخلايا الحجرية، اثنين الألياف. شايفين هذا الشكل، هذه بنصنع منه من الألياف النبات، تمام. طيب الخلايا الحجرية وين مكانها؟ هذه توجد في جدار الثمار زي الأشجار، زي مثلا عارفين المكسرات، هذه بيكون الجدار بتاعها قوي جدا، هذه من الخلايا الحجرية، خلايا ميتة. إنما الألياف بنستخرجها من النبات طبعا، بنستخدم في صناعة أشياء كتير جدا، الحبال والخيام وفي الورق، لها وظائف كثيرة جدا هذه الألياف، تمام. هذه كده الأنواع الثلاثة من الخلايا النباتية، البرانشيمية والكولانشيمية والإسكلرانشيمية. بعد كده نشوف الهدف الثاني طبعا، اللي هو ايه؟ الأنسجة النباتية. الأنسجة النباتية هنا في أربع أنواع من الأنسجة، أنسجة مولدة، خارجية، أساسية، وعائية. هنشوف مع بعض، حابب تفتحوا كتاب معايا ونشوف من الكتاب يا شباب الأنسجة النباتية، تمام؟ طبعا احنا عارفين يعني ايه نسيج، ما المقصود بالنسيج؟ النسيج ادي فوق ايه؟ النسيج هو مجموعة من الخلايا تعمل معا للقيام بوظيفة معينة. عندنا كم نوع من الأنسجة النباتية؟ أربعة، النسيج المولد، تمام؟ وهذا رقم واحد النسيج المولد، اثنين النسيج الوعائي، والنسيج الخارجي، والنسيج الأساسي. هذه أربع أنواع. رقم واحد النسيج المولد أهم وظيفة ليه، ممكن نقول هذا التعريف. مناطق تنقسم، هذا التعريف، مناطق تنقسم خلاياها بسرعة، وهذه الخلايا المولدة أو النسيج المولدة عندها أنوية كبيرة وفجوات صغيرة، هي ما تخزن غذاء ولا شيء، هي أهم شيء عندها الانقسام عشان بتنمو وتعوض الخلايا التالفة وبتعوض نمو النبات باستمرار. طب في كم نوع من النسيج المولد؟ عندنا 3 أنواع من الأنسجة المولدة. رقم واحد الكمية، رقم واحد إيش؟ الكمية. هذه الأنسجة المولدة الكمية تساعد على زيادة طول النبات، توجد في قمم الجذور والسيقان، تساعد على زيادة طول النبات، تمام. وهذا هو النمو الابتدائي. أمال إيه الأنسجة المولدة البينية؟ هذه تسمى أيضا تساعد على زيادة طول النبات، ولكن تسمى النمو الثانوي، المرحلة الثانية. وأيضا ينتج عندنا مثلا، تعال نلاحظ، فلو كان الحشاش نسيج مولد قمي فقط فسوف تتوقف عن النمو بعد عملية القص الأولى، ولكنها تستمر في النمو، بدليل إن في أكثر من نوع من الأنسجة المولدة، وهي البديل للقمية البينية، وهي النمو الثانوي بديل للإيه؟ القمي. إنما النوع الثالث الأنسجة المولدة الجانبية، هذه تساعد على الزيادة في قطر الساق والجزر، تمام؟ قطر إيه؟ إن الزيادة في قطر الساق والجزر، يكون العرض بتاعه، تمام. وهذه بتكون اكثر في النباتات البذريه اللازهريه، اي معرات البذور، تمام، علشان نستفاد منها طبعا في انتاج الايه الاشجار، وتستخدم في صناعه الاثاث وهكذا. طبعا عندنا نوعين من الانسجه المولده الجانبيه. نشوف التفريعه هذه، لازم نفهم التقسيمه هذه مهمه مره. الانسجه المولده الجانبيه تنقسم الى نوعين، الكامبيوم الوعائي والكامبيوم الفليني. الكامبيوم الوعائي هو عبارة عن اسطوانة رقيقة من النسيج المولد تمتد على طول الساق والجذر، وظيفتها تختص بنقل المواد من وإلى الخلايا. الكامبيوم الفليني هو وظيفته ينتج خلايا تكون جدرا قاسية حول الكامبيوم مين؟ الفليني. تعال نشوف الرسمة كده، شوفوا هنا، هنا في الداخل الكامبيوم مين؟ الوعائي، محاط فوق منه الكامبيوم الفليني كحماية ودعامة. طبعا هنا القمة النامية هذه فيها نسيج المولد القمي هنا، وفي القمة فوق هنا بعد، تمام. طيب النوع الثاني الأنسجة الخارجية، رقم اثنين الأنسجة مين؟ الخارجية. طبعا الأنسجة الخارجية اللي هي محيطة بالنبات من الخارج، منها أشياء كثير. رقم واحد البشرة، هي طبقة من الخلايا التي تكون الغطاء الخارجي للنبات. هذه البشرة محاطة بمادة دهنية تسمى الكيوتيكل. مادة الكيوتيكل هذه يا شباب لها وظيفتين، تبطئ أو تقلل من عملية التبخر عشان نحافظ على النبات من الجفاف،
اتنين منع البكتيريا والمخلوقات الحية الأخرى المسببة للأمراض من دخول النبات. هذه وظيفة ايه؟ تعريف البشرة ووظيفة البشرة. نيجي بعد كده على الثغور. طبعا في فتحات او مسام زي المسام اللي في جسم الانسان، عندنا ايضا ثغور وفتحات في اوراق وسقان النباتات. هذه الثغور وظيفتها يدخل من خلالها ثاني الكربون والماء ويخرج الاكسجين والغازات الاخرى وهكذا. الثغور هذه لو ظلت مفتوحه باستمرار خطر على النبات، لذلك الله عز وجل جعل عندنا خليتين حارستين تحمي هذا الثغر ومسؤولة عن التحكم في فتح وغلق الثغر، كأن هذه البوابة الموجودة على الثغر يفتح ويسكر على حسب حاجة النبات. عندنا في شعيرات بتطلع من النبات، في نوعين من الشعيرات، في شعيرات تخرج من الأوراق والسقان وهذه لها وظائف، وفي شعيرات تخرج من الجذر وهذه لها وظائف. الشعيرات التي تنتج من خلايا البشرة على الأوراق والسقان تسمى الشعيرات الورقية. طب إيه وظيفة الشعيرات الورقية هذه؟ قال لي وظيفتها تعطي مظهر زغبيا او لامعا يساعد على حماية النبات من الحشرات والحيوانات المفترسة، كما انها تعكس اشعة الشمس فتجعل النبات بارد لاطول فترة ممكن. انما الشعيرات الجذرية هذه حتى من اسمها تساعد، هي امتدادات هشة ممكن تتكسر عادي، لكن اهم وظيفة ليها تزيد من مساحة سطح الجذر لامتصاص أكبر قدر من الماء. هذه الشعيرات الجذرية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كام نوع من النسيج، نسيج المولد، تمام، الأنسجة المولدة أو تسمى المراستيمية، تمام، وبثلاث أنواع فيها، القمية والبينية والجانبية. بعد كده اتكلمنا عن الأنسجة مين؟ الخارجية، وعرفنا فيها إيش؟ فيها البشرة، فيها المادة الكيوتيكل والثغور والخلية الحارثة، الخليتين الحارستين، والشعيرات بأنواع سواء كانت شعيرات ورقية أو شعيرات جذرية. بعد كده هنتكلم عن النوع الثالث من الأنسجة، الأنسجة الوعائية. وعاء، تمام، يعني مسؤول عن نقل الماء والغذاء والمواد المذابة. ويوجد نوعين من الأنسجة الوعائية، الخشب واللحاء. رقم واحد، الخشب هو مسؤول، حتى تعرفه، نسيج وعائي مسؤول عن نقل الماء من الجذر وحتى الأوراق إلى فوق، تمام، هذا اتجاهه. ويتكون من قسمين، الأوعية الخشبية والقصيبات. يتكون من الأوعية الخشبية والقصيبات. نشوف يعني أوعية خشبية ويعني قصيبات. الأوعية الخشبية هي خلايا أنبوبية تتراص طرفا لطرف، تتراص مع بعضها البعض. هذه الأوعية طبعا مفتوحة من عند الطرفين، أحيانا بتكون مفتوحة وأحيانا يكون فيها حواجز. إنما القصيبات نوع آخر من خلايا الخشب، وله نفس وظيفة الأوعية الخشبية ولكن أقل كفاءة، تمام. يعني مثلا عندنا في النباتات اللي هي معرات البذور بتحتوي على القصيبات فقط، ولكن نباتات الزهرية تحتوي على الأوعية والقصيبات، فبتعطي كفاءة أكثر في الحصول على الماء. هذه إيه؟ تعال نشوف المثال كده. يعني هذا وعاء، هذا الوعاء الخشبي، في هنا زي حواجز، هذا وعاء خشبي احيانا يكون بحواجز واحيانا بدون، لكن شوفوا القصيبه سمكها اقل، قطرها اقل، وبالتالي ترفع المياه اقل، فالكفاءه عندها اقل. طيب نشوف رقم اثنين، النوع الثاني من الانسجه الوعائيه، اللحاء. هو النسيج الرئيسي الذي ينقل الغذاء، يبقى تخصص الحين، الخشب تخصص المياه والاملاح، لكن اللحاء تخصصه ينقل الغذاء في النبات. طبعا من وين؟ من الاوراق والسقان اللي تكون معمله بناء ضوئي، ويبدا يوزعها على باقي اجزاء النبات. اللحاء ينقل المواد من الأوراق والسقان إلى جميع أجزاء النبات. يوجد في اللحاء خلايا، نوعين من الخلايا أيضا، خلايا حجرية وألياف، تمام، نفس اللي كانت في الخلايا الإسكليرنشيمية لو تتذكروا، ولكنها لا تستعمل في النقل، لكن يستعمل كخلايا صلبة دعامة للنبات. يتكون اللحاء من قسمين، أنابيب غربالية وخلايا مرافقة. تعالوا نشوف الرسمة كده مع بعض. هذه الأنابيب الغربالية لا تحتوي على أنوية، تمام، بنسميها أنابيب أنابيب ايه؟ ليه بنسميها غربالية؟ عشان في بين كل أنبوب والثاني صفيحة غربالية للتحكم في المواد، تمام، عشان تنتقل. يوجد بجانب هذه الأنابيب والصفيحة الغربالية نواة أو خلايا مرافقة، خلية مرافقة كل خلية منها تحتوي على أنوية، وهي اللي بتعطي الدعم للأنابيب الغربالية، تمام. آخر نوع من الأنسجة من الأنسجة يسمى الأنسجة الأساسية. جميع الأنسجة التي لا تندرج تحت الأنسجة المراستيمية، المراستيمية اللي هي في الأول، اللي هي المولدة أو الخارجية أو الوعائية، تسمى أساسية. يعني
الخلايا البرانشيمية والكولانشيمية والسكرانشيمية، كل هذه تعتبر ايش؟ أنسجة أساسية. يعني كل الوظائف اللي قلناها بناء ضوئي وتخزين ودعامة وحماية وانقسام، كل هذا تبع الأنسجة الأساسية منتشرة في جميع أجزاء النبات. تمام يا شباب؟ يبقى بكده عرفنا أهداف الدرس. خلايا النبات 3 أنواع: خلايا برانشيمية، كولانشيمية، سكلرانشيمية، وعرفنا وظيفة كل واحدة منهم، وعرفنا الأنسجة النباتية. طبعا النسيج مجموعة من الخلايا بتقوم بوظيفة معينة على حسب مكانها، وعرفنا الـ4 أنواع: الأنسجة المولدة بأنواعها، والأنسجة الخارجية بالأشياء الموجودة فيها، والأنسجة الوعائية، والأنسجة الأساسية. وبكده نكون خلصنا الدرس الأول في الفصل الثاني، ونستودعكم الله إلى أن نلقاكم مع الدرس الثاني في الفصل الثاني في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.